ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مكملين مع بعض احداث وتسريبات مسلسل كريستال. زي دايما ما بقول، ممكن رقم الحلقه يختلف، لكن ان شاء الله بحاول اظبط كل فتره لما يحصل بعض التلخيص او بعض التطويل في بعض المشاهد. تعالوا النهارده نشوف، لان الحلقه مشوقه جدا. جواد راح لفي بعد جوازها من باسل وقال لها: ايه اللي بتعمليه في نفسك ده؟ ليه روحتي اتجوزتي باسل؟ كان منهار، جه وكان متعصب جدا. قالت له: امشي من هنا، انا واحده متجوزه. وطلال كمان راح علشان خاطر يبعده، لكنه ضرب طلال. باسل اخذ المسدس وخرج وقال لجواد: امشي من هنا بدل ما اقتلك. قال له: اقتل، اضرب، انا اصلا عايزك تضرب، انا مش عايز اعيش، اضربني. لكن في قالت له: باسل سيب السلاح، انت لو قتلته هتروح السجن ومش هنشوف بعض، ما تعملش كده. جواد قال: بتخدعيه زي الاطفال. رد وقال له: لا طبعا مش بتخدعني، في مراتي وابعد عننا وعن حياتنا بقى. فهي بدأت ان هي تهدي باسل وتقول له: لو حصل حاجة مش هتشوفني تاني. بعد كده لميا كانت موجودة ومالك بيحاولوا ان هما يهدوا جواد واخدوه على برا. كان متعصب جدا وبيقول لأمه: سيبيني. قالت له: خلاص اللي عدى عدى، البنت خلاص اتجوزت، انت فاهم. كان في السكة طبعا اوس اللي كان معاه البنت اللي هي كريستينا، وكانوا رايحين هما الاتنين علشان خاطر تواجه عليا بالتقرير اللي معاها. لكن لما شافوا الخناقه دي وصوت العالي وسمعوا علامية بتقول لجواد: ابعد عنها، هي خلاص اتجوزت من باسل. طبعا كانوا مستغربين هما الاثنين، مين دي اللي اتجوزت؟ هل في اتجوزت باسل فعلا؟ صدمه قويه طبعا. اوس كان بيحب في، وكريستينا كانت عايزه تتجوز اصلا من باسل. اتصدموا الاثنين وراحوا على طول على جوه، وجواد اخد نفسه ومشي على طول بالعربيه وهو متعصب. طبعا باسل كان متضايق، بيقول: لو جه تاني انا ممكن اقتله. قالت له: مش هيجي، اطمن، اهدى، يلا بينا ندخل جوه. بعد كده بتيجي البنت كريستينا وبتقول: عملتيها يا فاي، اتجوزتيه وانت مبروك. طبعا اول ما جهت الطفل رحت على طول اتجوزت، لكن انا حسابي مش معاكي، انا حسابي مع العقربه اللي اسمها عليا، انا طالعه لها دلوقتي. وبتطلع كريستينا. بينما بعد كده بنشوف ان اوس بيقول لفاي: ايه اللي انت عملتيه ده؟ اتجوزتي واحد معتوه؟ ده مريض نفسي، انت ازاي تعملي في نفسك كده؟ باسل قال له: انت اللي معتوه، ابعد عني. اوس كان عايز يضرب باسل بالفعل، وباسل كان خايف جدا. وفي دفعت عن باسل وقالت له: اخرج بره، اتكلم بعدين لما تهدى وتتكلم زي الناس. قال لها: مش عايز اصلا اتكلم معاكي. سابها ومشي. كريستينا راحت لعليا اللي كانت نايمه بتحاول تصحيها وتقول لها: قومي. راحت قالت لها: ما انت شايفه حالتها، سيبيها في حالها. قالت لها: والله يعني ما كانتش عايزه اصلا الجوازه. طيب كنت عايزه تعملي فخ؟ اجهضت طفلي، حصل ايه في الاخر؟ كانت شمتانه فيها. رحب قالت لها: ابعدي عنها وسيبيها. قالت لها: انا معايا التقرير اللي هيوديكوا 60 داهيه، انت وست عليا بتاعتك. التقرير ده اللي بيدل ان انا كنت حامل بالفعل، وان انتوا سقطتوني بالاعشاب اللي انت شربتيها لي. اذا كانت عليا نايمه دلوقتي هرجع لها بعدين ومش هسيبها ابدا. وبتمشي وهي متعصبه ومتنرفزه جدا. وبتلاقي في وكمان باسل. ساعتها قال لها: انت قلتي ايه بالظبط؟ قلتي ايه لاختي؟ قالت له: انا بتمنى لك التعاسه، حالتك اصلا الصعبه دي مع الزفته دي. بس قال لها: امشي، انت كدابه، امشي، احنا هنكون سعداء وهنكون مبسوطين كمان. كريستينا بتخرج من البيت وبتلاقي اوس قاعد على الارض، بتقول له: هو البنت دي كانت حبيبتك؟ قال: ايوه كانت. ردت وقالت: طيب دلوقتي حالك احسن من حال الدكتور. قال: حالي ايه وحال الدكتور ايه؟ احنا الاثنين وضعنا زفت. بعد كده قال: انت عايزه ايه اصلا؟ قالت له: انا غلطان اصلا عشان وقفت مع واحد زيك. يلا افضل نوح كده. وسابته ومشيت. وقال لها: انت اصلا ما تفهميش حاجه في الحب. كريستينا ركبت العربيه ومشيت. بس بيبكي في حضن فاي اللي بتفتكر كل اللي حصل بينها وبين دكتور جواد. بينما طلال كان في البيت، ورد طبعا كانت موجوده، وفي دخل علشان تاخد هدومها. بتقول: انت جايه عشان تاخدي هدومك؟ طبعا اكيد، في بنت الملحق ماتت، دلوقتي بقيتي سيدة القصر، بقيتي دلوقتي في كرم. يا سلام، اسم حلو جدا، عملتيها. طبعا لازم تكوني طبقة راقية. انت واخدة الهدوم دي ليه اصلا؟ مش هتكون معاك الهدوم دي، المفروض ان انت هتلبسي دلوقتي من تصاميم عليا كرم، فالهدوم دي مش هتكوني محتاجاها. في اللي طبعا ترمي عليها بالكلام، ما ردتش عليها. لكن رفيف قالت لها: اختي مش مصدقة ان انت عملتي، ازاي تتجوزي بس؟ قالت لها: بعدين صدقيني هتفهمي بعدين، مش انتي بس، انتي وكل اخواتك كمان. بسيتها وخرجت على طول وراحت لندى اللي كانت مش طايقه تشوفها.
فهي قالت لندى ان هي عارفه انها غضبانه منها جدا، لكن بعدين هتفهم. قالت لها افهم ايه، انا شايفه كل حاجه ومش عايزه اشوفك، اخرجي من هنا، اطلعي بره. طلعت فيا من البيت واخواتها مش راضيين عنها، وخاصه ندى. بينما بعد كده باسل كان موجود مع عليا بيقول لها ما تخافيش انا معاكي، اصلا كانت نايمه واخده مهدئات. فهي راحت على طول على باسل قالت له فكرتك نايم، قال انا موجود هنا بطمن على عليا. قالت انا اتكلمت مع اخواتي شويه وجيت، ما تيجي معايا عشان نوضب حاجتنا. قال انه خايف جدا على عليا. قالت له اكيد هتكون بخير وهتكون كويسه على فكره، يلا بينا. وبتاخده بالفعل وبتخرج بيه. البنت طبعا اللي كانت المفروض كريستينا دي قاعده في بيتها، وبعد كده بيخبط عليها اوس بيقول لها بصي انا عندي صديق عزيز من الحي، لو رحت له دلوقتي واتكلم معاه كالعاده هيقول لي فيه اتجوزت واتجوزت مين، وافضل اشرح له. بصي من الاخر انا مش عايز اتكلم مع حد من اصحابي، تقبلي تدخليني ولا امشي؟ قالت له اتفضل ادخل، انت اصلا شكلك يائس. فدخل طبعا وفضل يتكلم معاه عن حبه لفيه القديم وقد ايه معاناه اللي شافها. جواد كمان كان بيفكر في فيه، وبازر كان فرحان بفيه وبيوضب معاه الهدوم، حاول يقرب منها ويقولها انها جميله جدا، حاول ان هو يكون معاها. فيه رفضت وقالت انا بعتذر جدا مش هقدر، طبعا انتوا فاهمين. وبالفعل بترفض وبتقول وقت تاني يعني، قال انا هستناكي، وانه بيحبها. بعد كده اوس فضل يسكر لحد ما فضل يتكلم كتير ونام. فالبنت غطته وقالت يعني حالته مؤسفة جدا يعني. جواد كانت حالته أصعب، فتح الشباك وفضل يصرخ. أما بالنسبة لفيه كانت نايمة جنب باسل، طبعا ما حصلش بينهم جواز، بتفكر في كلام بتاع جواد، وإن هي طبعا عملت في نفسها كده ومسكت صورة باباها وبتعمل كده عشان خاطر باباها يعني وتاخد له حقه. علي بدأت تفوق وبتطلب مية، رحب راحت علشان تجيب لها مية. فهي دخلت لها وهي ما كانتش فوقيها قوي يعني، قالت لها ايه انا جيت ودخلت هنا على القصر، قلتلك لو في دخل ليكي في موت بابا خافي مني. وبالفعل انت لازم تخافي مني دلوقتي، على فكرة الحرب ما انتهتش ولا حاجة، الحرب لسه هتبتدي. وخرجت وعلي اصلا كانتش فوقيها قوي، والحب جابت لها مية. وساعتها علي قالت ان البنت بتعرف موضوع باباها، عرفت وجت كلمتني. رحاب قالت لها لا ده اكيد كابوس، مفيش حد، انا موجوده جنبك هنا، مفيش حد جه. علي قامت على طول وراحت علشان تواجه فيه. قالت لها انا عارفه انت عملتي كده ليه. قالت لها انت فاكره ان اللي عملتيه ده خلاص هينهي كل حاجه؟ ردت فيه وقالت لها لا الحرب لسه بتبتدي بينا، ما انا قلتها لك الحرب لسه هتبدا بينا. قالت لها انا عارفه انك متجوزه اخويا علشان تستعمليني، وانك بتكرهيني جدا وعايزه تنتقمي مني، وانك مش بتحبيه ولا حاجه وبتضحكي عليه، لكن مش هسمح لك ابدا والجواز ده مش هيتم. بس الفئة من النوم على صوتهم وقال لاخته سيبي زوجتي انا بحبها ما تزعليهاش. قالت له انت اللي المفروض تبقى فاهم، انا جيت عشان انقذك، شوف دي مش منظر واحده بتحبك، دي بس بتستخدمك علشان بتكرهني عايز تنتقم مني، اسمعني انت مسكين. لكن ما صدقهاش، وساعتها عليا كانت متضايقه جدا وخرجت. وبس بيقولها انا بعتذر جدا على كلام عليا. ردت وقالت اكيد طبعا هي هتبقى عايزه تفرقنا، لكن لما تفشل اكيد هتتعود على الوضع يعني، وهتتقبل الخساره كمان، مفيش خيار تاني. قالها ليه بتتكلمي كده، حاسس ان في حرب فعلا بينك وبين عليا، بتتكلمي زيها يعني؟ قالت له لا ابدا عادي. عليا طبعا يعني مصدومه، راحت بتحاول تديها مهدئ، قالت لها ابعدي المهدئات دي عني، انا عايزه اكون فايقه. بتتصل بعد كده بواحد تقريبا محامي علشان تسأل بخصوص صحة باسل، تطلب تقابله علشان تتكلم معاه، شكلها كده مدبرة حاجة. بينما تظل قاعد مع البنات على السفرة، دلوقتي بقى طبعا بيكون موجود معاهم طول الوقت مسؤول عنهم، بيقول أنا لازم أتكلم مع فيه بما إنها بقت سيدة القصر يعني، فأنا لازم أشتغل حاجة تانية غير يعني سواق تاكسي، أكيد لازم تشوف لي كده شغلانة تليق بيا. ما أكيد طبعا مش معقول تكون هي ست القصر وأنا أشتغل في أي كلام. ردت كمان ورد وقالت انا كمان مش هقبل اقل من العلاقات العامه في المستشفى، لازم اشتغل حاجه كده تليق بيا. ندى قالت وانا ان شاء الله هفضل كده خرط بصل، ولا هفضل يعني طول عمري كده اخدم في المطبخ؟ طبعا جارتهم في الموضوع بعد كده قالوا لها لا طبعا كده هنشوف لك شغلانه كويسه. قالت ايه اللي انتوا بتقولوا ده اصلا، انتوا خلاص جننتوا؟
يلا بينا احنا لازم نمشي من هنا اصلا، احنا ليه قعدنا لحد دلوقتي؟ الكل كان مصدوم طبعا منها، فهي قاعده بتاكل مع باسل وبتقول احنا لازم نتعود ناكل على السفره دي على طول. بيقولها انه ما نزلش اصلا بقاله فتره طويله ياكل هنا، قالت له ده بيتنا وده القصر بتاعنا ولازم بالفعل ان احنا ناكل مع بعض. وقال ان احنا سعداء وانا عارف ان علي هتصالحك وهتكونوا كويسين مع بعض. بينما بعد كده نرجع تاني لعيله، يعني البنات عيله فاي قاعدين بيتكلموا، كل واحد منهم عايز يكون في منصب اعلى، لكن ندى بتقول لازم نمشي ولو بابا كان هنا ما كانش هيسمح لنا اصلا نقعد، لكن الكل بيقول لها اقعدي، ايه الحركات دي؟ عامله نفسك عندك كبرياء يعني؟ طلال مصر ان هو يقعد وكمان يشوف وظيفه احلى وورد كمان، لكن ندى ما كانتش عايزه ده يحصل ابدا. بنلاقي بعد كده تامر مستني رفيفي بيقول لها تعالي اركبي عشان لازم نتكلم مع بعض، ما تخافيش مش هنتكلم في موضوعنا، هنتكلم حتى في موضوع اختك وعمي. فبتركب بالفعل معاه عشان يتكلموا في الموضوع ده. أوسي بيقوم من النوم بيلاقي البنت دي بتلعب رياضة اللي هي كريستينا، وبعد كده بيعرف ان هي ما عندهاش رصيد وتقريبا كده مفيش اي فلوس والبنوك بيتصلوا بيها وكلام من ده، ومصرة انها تروح دلوقتي لعليا بتقول زمانها صحيت من النوم وانا لازم اروح لها، شكلها مدبرة حاجة. أوسي قال لها انت عايزة ايه بالظبط؟ قالت له خلاص مش نمت وجيت امبارح فضفضت بكلمتين، يلا انت عايز مستني ايه؟ يلا امشي. فقام ومشي على طول. بنشوف بعد كده ان عليا بتنزل وبتلاقي في وباسل قاعدين بيفطروا، بتفتكر الكلام اللي حصل بينها وبين المحامي، عايزة ترفع قضية على اخوها تتهمه فيها ان هو غير قادر على الجواز وان هو عنده حالة نفسية يعني، وان هو قبل كده وجه سلاح في وش يعني جواد وان هو غير مؤهل للزواج يعني ولا صالح للزواج، كل ده عشان تنتقم من في. المحامي قال لها ان الموضوع ده طبعا ينفع وكمان ينفع انك تحطيه في مستشفى لكن هيكون قاسي جدا على اخوكي. قررت انها تعمل ده وهنشوف المفاجآت القويه اللي هتعملها. لكنها بعد كده بتنزل وبتشوف في قاعده مع باسل، وطبعا في بتقولها تعالي اتفضلي كلي معانا، لكنها ما عبرتهاش اصلا، كلمت باسل وقالت له كويس انك انت هنا، كويس انك بدات تنزل. في لما كلمتها تجاهلتها تماما وخرجت، وفي بتعمل نفسها ان هي يعني مبسوطه جدا مع باسل قدام عليا. الدكتوره بتاعت باسل بتيجي وعليا بتقول لها انت عارفه هتعملي ايه؟ قالت لها ايوه بس اللي انت بتقوليه ده صعب جدا عليا. قالت لها يعني ايه؟ باسل خطر اصلا على نفسه وعلى كل المحيطين بيه، اصلا قبل كده حط السكينه في رقبه جواد وامبارح رفع السلاح عليه، يعني عادي جدا ان انا اعمل حاجه زي دي. قالت ايوه بس برضه الوضع صعب وانا طبيبه وانسانه كمان. ردت قالت انا عايزه اثبت ان صحته العقليه مش في مكانها وان هو يعني مش قادر على الجواز، انا عارفه انك انت كنت عايزه رئاسه قسم الطب النفسي وانا كمان شايفه انك لايقه جدا للمكان ده، يا ريت تعملي اللي انا عايزاه. والكلام ده كان سامعه طلال. طلال بعد كده بيروح لعليا بيقول لها احنا دلوقتي بقينا قرايب، انا مش عايز بقى اشتغل سواء عندك، انا ممكن مثلا اتعين في قسم المحاسبة أو في بيت الموضة بتاعك مثلا أو ممكن حتى في البيت هنا، بس شغلانة كويسة أنا شاطرة جدا في المحاسبة على فكرة. قالت له بتقول ايه انت؟ ابعد عني. وبعد كده بتخرج وبتلاقي لميا مستنياها بتقول لها هنعمل ايه؟ قالت لها بقول لك ايه يا لميا أنا مش طايقة دلوقتي كلام، لو سمحتي سيبيني عشان أحل الموضوع اللي ورايا. قالت لها يعني هنعمل ايه في موضوع جواد؟ انت مش عارفة حالته عاملة ازاي؟ قالت وأنا أعمل ايه؟ على الأقل ابنك نفد من البنت دي، لكن المصيبة كلها جات على راس أخويا أنا. قالت أيوة بس برضو أنا ابني بيمر بحاجة نفسية وحشة، يا ريت تقدري إنك تشوفيه وتتكلمي معاه. قالت لها تمام لما أخلص شغلي مع البنت دي أبقى بعد كده أشوف موضوع ابنك، وراحت على طول. بينما فيه بتتحايل على بس إن هو لازم يشوف الدكتورة وهو رافض أصلا وبيقول إن هو مش عايزها بعد كده لأن أنتي خلاص بقيتي دكتورتي وأنتي أدرى مني، لكن قالت له ما ينفعش لازم تشوف دكتورتك. قال طيب انا ما خدش الدواء والدكتورة دلوقتي هتهزقني. قالت له انا هجيب لك الدواء على طول، وراحت عشان تجيبه له، بتفتح ومش بتلاقي اصلا دواء في الدرج. ولما بتسأل رحاب فين الدواء قالت لها رحاب والله ما فيش دواء تقدري انك تروحي تجيبي لنفسك، مش انت خلاص بقيتي مراته، انت بقى مسؤولة عنه تقدري تظبطي كل حاجة. قالت لها تمام. قالت لها اوعي تكوني فاكرة نفسك ست البيت لانك انت اتجوزتي زواج ملفق زي ده وضحكتي على واحد زي باسل، انا مش هنساكي ابدا ولا هنسى انت جايه منين، فاهمه ولا لا؟ ساعتها باسل جه وشاف رحاب بتتكلم كده مع فاي
ومسكها وكان هيخنقها وبيقول لها ما تتكلميش كده مع زوجتي واعتذري. لكن في قالت له خلاص خلاص سيبها ما تعملهاش حاجه، لكنه كان حاطط ايده على رقبتها وخانقها، وقال انا حضرتك لو عملتي اي حاجه سامعه ولا لا اعتذري. قالت ان هي اسفه وسابها، وفي اخدته على طول على فوق. تامر ورفيف متقابلين مع بعض وبيتكلموا عن موضوع في وجواد، وازاي ان هي سابته وراحت اتجوزت من باسل. وتامر بيقول ازاي اصلا تتجوز واحد زي ده معتوه، يعني مريض نفسي، انا مش قادره استوعب اصلا ليه عملت كده، انا كنت بقول ان هي مثلا ممكن يكونوا غلطوا مع بعض. رفيف قالت له انت ازاي بتتكلم كده على اختي؟ قال لها انا اسف طبعا مش قصدي، لكن بجد الموضوع صعب عليا وانا بقول احتمالات يعني، عمتي خليكي قاعده معايا نتكلم ونشوف هنوصل لحد فين. جواد حالته النفسيه وحشه جدا، وعليا بتخبط عليه، افتح يا جواد انا عايز اتكلم معاك، افتح احنا الاتنين محتاجين بعض جدا الفتره دي، انا كمان محتاج ومساعدتك جدا افتح. فضلت تخبط عليه فراح فتح لها، قالت له ان هي عرفت المكان من تامر وان هي جايه علشان تكون معاه ومش هتقول حاجه لامية. دخلت علشان تتكلم معاه، بينما بنلاقي فيه بتقول لي باسل خليك انت مع دكتورتك وانا هروح على طول وهاجي. طبعا باسل ما اخدش العلاج بتاعه من فتره، وبيقول للدكتوره ان هو سعيد ومبسوط جدا يعني مع في، وبيحاول يوهم نفسه بده. وفي بتخرج علشان تجيب العلاج وبتقابلها ورد، بتقول لها ايه بقيت سعيده القصر دلوقتي، يعني مش بتعدي على البيت اللي في الملحق، نسيتيني خالص صح؟ في قالت لها بعيدي دلوقتي عني، انا رايحه اجيب حاجه من الصيدليه ضروري. قالت لها طيب اذا كنت مش مشغوله بينا طب انشغلي طيب باختك، على فكره ندى عايزه تسيب المكان وتمشي. قالت لها ندى عايزه تمشي؟ قالت لها ايوه طبعا. فبتروح علشان تشوف موضوع ندى، ورد كانت مبسوطه وقالت ايوه كده خليكي مشغوله بينا شويه يا ست في. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في فيديو تاني، وزي ما بقول دايما ممكن رقم الحلقه يختلف لكن ان شاء الله بعدي في الارقام اول باول. ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله، وتابعوا جديد والتسريبات مسلسل كريستال، واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها. أشوفكم على خير، باي باي.